عندنا العديد من الروبورتاجات مع السي عبد السلام دخانه، وهذا الشيء معروف عليه انه هو دائما يثير الجدل. اليوم من بعد ما شفتوا معنا هذه المناظر هذه، يعني اسفي اصبحت وجهه سياحيه من اجل عبد السلام دخانه. اسفي كيزوروها الناس من مختلف ربوع المملكه المغربيه، وكذلك ناس الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. العدد اللي كتشاهدوا معنا اليوم ما هو الا ثلث او الربع ديال العدد اللي كيكون كل نهار، يعني الناس كيباتوا هنا، الناس كيجيو مع الفجر، بزاف الامور. البراج اصبح واجهه سياحيه بفضل عبد السلام دخانه، نقدروا نسموه موسم سيدي عبد السلام دخانه. او اليوم من بعد المقاطع ديال الفيديو المثيره للجدل، اللي لا حديث داخل الساحه المغربيه الا الحديث على عبد السلام دخانه، والبركه اللي كيمتاز بها في انه هو كينوض الناس اللي ما كيمشيوش، الناس اللي ما كيمشيوش ولاو كيمشيو، وشفنا العديد من المقاطع. فقررنا اليوم اننا نجيو، يعني ومن بعد اسبوع، من بعد اسبوع حنا كنمشيو كنجيو غير باش نوصلوا ليه، اليوم وصلنا ليه. اذا نخليكم مع هذا الروبورتاج ونتعرفوا على عبد السلام دخانه اكثر، واخا هو غني على التعريف، ونتعرفوا على البركه اللي كينوض بها الناس، ونسولوه واش يقدر ينقص لنا من الخضره، لانه اخ النوش راه لكنا هاد الايامات. اللهم انت الشافي انت العافي يا رب العالمين. اللهم انت الشافي انت العافي يا رب العالمين. لا اله الا الله حبيبنا محمد رسول الله. بلاتي واحد الشهاده، الله يجازيك بخير، الله يجازيكم بخير. كنعرفكم ما كنعرفكمش انايا، ما كنعرفكم. عطيتكم شي رشوه، عطيتكم شي رشوه، طلبتكم ما طلبتكم. لكم جيتوا عندي عبد الله سبحانه وتعالى عز وجل هو الشافي، هو العافي، ربي كبير، الحمد لله الذي لا اله. الصوت مشاني مع كل نهار وكل مره. اللهم ارحمنا واعطف عنا يا رحمن يا غفور. لا اله الا الله حبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل على حبيبنا محمد. اريدك موتي الله صل عليك يا رسول الله. مرة ثانية زيدي. هذا نوضك دابا. اللهم صل عليك. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. زيد زيد خطوة أخرى. خطوة. قواقع. ما خلاونيش خدم. أو ما خلاونيش خدم. زيد الوالدة. تاتيني. حيد حيدتا. أمس. 40 سنة. اللهم صل عليك يا رسول الله. لا.
لا غرسوا العيال توت سغاري واحد شويه 40 سنه 40 سنه شد واحد شد من الدنين وانا نعزف في الزمير مالو اللي نتش عمين عمين من الله جمع رايد عمين اللهم انت الشافي انت العافي يا رب العالمين. 8 سنين بسم الله اللهم صل على حبيب محمد. لا حيديك سمعني اليوم فرحتي مليون تمشي بوحدي نكمل فرحتي هات مشي زيد اللهم صل عليك يا رسول الله. تمشي لي بحال هكا ولين لا تختطيح ان شاء الله تولي بخير الاخير ان شاء الله يا ما تبقاش تطيح ان شاء الله باذن الله شد العكاز شد يا من الله شد يلا بسم الله اللهم صل على حبيبنا محمد اللهم عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله زيد اللهم صل عليك يا رسول الله واخ بك حل من اسفي كيفاش سمعتي بالسي عبد السلام كتسمعي سمعتها في هذا الشيء اللي قال لك مشاو عدو عيد القرار رجل تبعنا ثمين قالوا راجل نعمل رجال من مدينة جيش أشري من أكادير من أكادير إيه شنو المشكل اللي عندك عندي يجي نزولين نعطوا عليا ورجلايا وهادشي المريض بخلي شي 5 سنين بروك تبارك الله عليك إن شاء الله يكون غير خير آمين يا ربي نعمت مشاية ديالة الشيفة إن شاء الله حيد سيدي لا تحيد مشاية حيد مشاية زيد صل عليك يا رسول الله صل على النبي عليه صل على النبي شو تفرحة شو تفرحة 4 سنين ما بقيتي وقفتي هاد الوقفة ها شو الإحساس ديالك انتي اليوم واقفة على هاد فرحانة بزاف منين جيتي عند السي عبد السلام من الدار البيضاء عام هادي وأنا باغا نجي شو الإحساس كنتي في هاد اللحظة واقفة على رجلي فرحانة ما نقدرش نحيد هاد يعني عشنا معاك العمليه كيفاش انت ما كنتيش كتمشي وجيتي عند السي عبد السلام واش كتحسي بشي فرق فعلا شويه حيت دابا هادي ما بلا هادي ما نقدرش نتحرك ها قبيله وقفتي شويه هاداك شويه هكا كل كنهضر حسيتي في ديك اللحظه باش شويه رجلي هكا بحال شي حسيتي بقوه انك واقفه قادره توقفي على رجلك هادشي شي حاجه هكا ذكرينا المدينه اللي جيتي منها الدار البيضاء من الدار البيضاء كيفاش سمعتي بعبد السلام دخان النار كنسمع بزاف ناس كيعاودوا لي هكا خوتي وخواتي داكشي يجيبوا لي جيراني يعاودوا لي عليه داكشي يصيفطوا لي فيديوهات هي داك باش مشى جابتني اختي دابا شحال دار معاك باش ترجعي لعمل من هنا 15 يوم تبارك الله عليك مرحبا بكم في اسيا اذا حنا من موسم سيدي عبد السلام دخانه تاكدوا معايا ان هاد السميه غتولي شائعه انه غيولي موسم سيدي عبد السلام دخانه نظرا لانه هو اليوم كنشوفوا شي انشطه تجاريه موازيه كنشوفوا الشباب خدامين مع السي عبد السلام ها اللي غارديان ها اللي خدام في التنظيم يعني راه ما ازيد من 40 واحد اللي خدامه مع السي عبد السلام هنا بالبراج والبراج كواجهه سياحيه معنا واحد السيده اللي جات من مدينه قنيطره مرحبا بك السلام عليكم لا سيدي لاباس عليك مرحبا امتى جيتي من قنيطره اجيت ولباش على قبل السي عبد السلام على قبل السي عبد السلام جيت عكوسي دايره ما كتنوضش هذه 4 سنوات وملي سمعت انا الخبر في فيسبوك ديالو وجدت عكوستي هنايا وان شاء الله اليوم مع اش جيتي بالضبط؟ جيت تقريبا نص مع 4 الصباح من الفجر وانت هنا؟ مازال ما شفتيش؟ لا شفتو ولكن دار معايا منا ساعه باش تعاود ولكن وقفات يعني البركه كاينه ان شاء الله انت ما كتعرفيه ما والو ما كنعرفو ما كيعرفنيش شفتو في الفيسبوك والانسان كيهضروا عليه بزاف وشاهد الناس اللي وقفوا وانا جيت عكوستي الحمد لله وراه البركه راه الناس كيقولوا كاينه واللي سولناه تيقول لك كاينه
وانا راه من هذا المنبر راني قلت لي نقص لينا من الاسعار يا ربي يا ربي نقص لينا من الاسعار والمطيشه تهبط والبطاطا تهبط والناس يعيشوا بخير يا ربي امين بارك الله عليك شكرا.